اوكي يا ولاد، النهارده هناخد يونت 2 اللي هو الفورس اند موشن. في يونت 2 هناخد ليسن 1 اللي هو بيكلمني عن الفاندمنتال فورس ان نيتشر. يعني ان نيتشر في الطبيعه الفورس بتبقى موجوده عن عباره عن ايه. اول حاجه او اول تايب من انواع الفورس اللي عندي هي الاستاتيك فورس، زي الكتاب. الكتاب طول ما انا مسايباه على التيبل زي ما احنا مش شايفين قصادنا، هل هيتحرك؟ هاجي لقيت اتنقل من مكانه؟ لا جنوب لا، عشان هو الانرجي اللي موجوده فيه دي استاتيك انرجي. طيب دلوقتي شايفين الراجل اللي هو بيزق الحيطه؟ ايوه دلوقتي مهما هو ان هو يبذل فورس يعني قوه، مهما مش ان عارف هو اقف. يبذل هيعرف يزقه؟ لا ما ينفعش. لا هيعرف مش هيعرف. يبقى أول حاجة the book in the table remains static as long as no one moves it. هيفضل في الستاتيك، تمام، state لغاية ما نلاقي حد إن هو يحركه، جميل، أو يديله force أو يديله قوة. أنا والله ما أكلتش وهمدانة وتعبان، هقدر إن أنا أتحرك وأذاكر وأجري وأنزل ألعب في النادي؟ لا لا لا، لازم يكون حاجة تديني force قوة. طيب دلوقتي نمبر 2، ولازم الفورس اللي انا اخدها، تمام، تكون ذا جريت، تكون كبيره. ما ينفعش ان انا اجي واقول ان انا هزق الحيطه. حيطه ايه اللي هتتزق؟ the wall doesn't move when you push it with your hand. مش هينفع انها تتحرك بايدي. ليه؟ عشان انا الفورس بتاعتي اللي انا عملتها امبورر، يعني ضعيفه. طيب يا مس، هنا بقى بيقول لي ان انا عندي بلاير، تمام، لاعب قدامي اهو ومعاه بول، تمام، وبيحركها. ادي اللاعب، ادي اللاعب بتاعي، تمام، وفي بول، ودلوقتي اللاعب هيحركها او هيديها فورس. هيديها، هل لما البول تاخد الفورس هتتحرك ولا لا؟ اتحرك عشان هو اللي اداها القوة. جميل، هو اللي اداها الفورس. طيب دي نمبر 1، ان البول the move هتتحرك. طب هل هي هتتحرك the same of the direction of the force ولا besides the direction of the force؟ ميزي يعني ما البول، نعم، انت صوتي عشان تاني، انا دلوقتي اللاعب اللي هو البلاير اهو، تمام، ادى force في الاتجاه ده، تمام. هل البول هتتحرك the same of the direction of the force ولا لا opposite ابيت the direction؟ اتحرك اوبزيت. The same direction ولا opposite the direction؟ اسمه دايركشن The same direction. هو دلوقتي شاط الكورة، تمام، فاتنقلت من المكان ده للمكان ده، لازم يكون في same the direction. حبيبتي. مش هاجي انا والله لعبت بالكورة فبلعب بيها كده لقيتها انها طارت الناحية التانية، مشيت لي كده، ينفع؟ يبقى اول بوينت عندي ان الفورس، تمام. طيب البول، ما هي كانت واقفة كده قبل ما اي حد يزقها، مش هي كانت عندها استاتيك فورس، ساكنة واقفة. طيب الاستاتيك دلوقتي لما انا اديتها الفورس اتحولت لموف او موشن، تمام. طيب يا ميس، هل الكرة دي هتفضل ماشية كده إلى ما لا نهاية ولا هتقف؟ هيجي لها بوينت وتقف؟ هتقف. جميل، أول بوينت إنها هتقف، إن الفورس بتاعتها اندت، تخلص، أو ألاقي بلاير تاني، تمام، إدها فورس أو وقفها، صح؟ يبقى كده انا عندي يا اولاد الاستاتيك فورس ممكن تتحول لموشن فورس، والموشن فورس ممكن يرجع تاني لاستاتيك فورس. زي انا عندي البلاير تشينجر ده دلوقتي، هو تمام عمل البول بالهيد بتاعه براسه، هل هي هتطلع لفوق ولا هتنزل لتحت؟ اكيد طبعا الاولاد عارفين الموضوع ده، لما بيجي بيعملوا الكرة بدماغهم بتطلع لفوق ولا بتنزل لتحت؟ بيطلع لفوق. بتطلع لفوق، عشان ال direction of the acting force is the opposite direction of the movement of the object. Okay. طيب من هنا بقى يا ولاد، انا كل اللي انا كنت بكلمكم ده بكلمكم عن حاجه اسمها force. يعني ايه يا مس force؟ قال لي it is a fact that
attempt to change the object state from being static to motion or من motion للايه لل static. تمام. to change the direction of the motion او بغير direction بتاع الموشن بتاعي. يبقى انا دلوقتي يبقى بيقول لي what will happen. طيب الفورس اولا اليونت بتاعتها النيونت، المشورنج يونت بتاعت الفورس هي الايه النيوتن. طيب اشمعنى هي مثل نيوتن؟ قال لي نسبة الى الساينتست اللي ديسكفرد ذا فورس، العالم اللي اكتشف الفورس هو النيوتن. تمام. فعشان كده سميناها، سمينا ان الفورس ان اليونت بتاعتها بقيسها باليونت، سوري بنيوتن. وقلنا ان الفورس الديفينيشن بتاعها هو الايفكت ذات تشينج اوبجكت ستيت from the static to motion or from the motion to static. Okay. 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 طيب بيقول لي بقى what happen when a proper force acting on a static object. دلوقتي عندي static object اديته force، ايه اللي هيحصل يا جودي؟ هيطلع عندي static اديته force. static object، اي static object بقى مش ضروري بول، اي static object جيت اديته force ايه اللي هيحصل له؟ what's happen؟ ال object move positive position position. position ال object will move from a position to another position، هينتقل من ال position بتاعه اللي هو اللي قاعد فيه ل another position in the same direction of the force. اوكي يا ولاد؟ طيب يلا يا بتول. اللي ما بيقولي دلوقتي moving object in the same direction of its movement. Okay, the speed of the moving object will increase. Okay. ودي برضو اللي بتحصل، اللي الأولاد هم اللي عارفينها أكتر مننا. دلوقتي الكرة بتتحرك، لاعب زي ما بيقولوا اداها باص لواحد للاعب تاني، يجي اللاعب التاني الكرة ما وقفتش، قام اداها فرصة تانية، مش هي هتتحرك تاني أسرع ومش هتقف؟ صح يا آدم؟ يا مس. جميل. يبقى أنا دلوقتي أنا عرفت إن أنا عندي يعني إيه فورس، واليونت بتاعت الفورس هي النيوتن. أوكي. دلوقتي أنا عندي الفورس نوعين، يا نوع ناتشرال موجود في الطبيعة ماشي، يعني نوع ربنا خلقه أو هو موجود زي ما هو أنا بلاقيه في الناتشرال بتاعي كده، يا إما نوع تمام جاي من التكنولوجيا أبليكيشن، من التكنولوجيا اللي حواليا. طب إيه هي مثل الأنواع اللي جاية من الناتشرال من الطبيعة؟ أول حاجة الويند، الويند موشن. مش إحنا عارفين يا أولاد إن الرياح بتتحرك ولا لأ؟ أيوه. طيب حد قبل كده شاف الرياح وهي بتتحرك؟ شفتها ازاي؟ الرياح مش ولا ايوه الرياح، لا الهواء، الويند، لا الهواء طبعا اللي حواليها. لا طبعا اتلخبطت نفسي من حاجة تاني. ماشي. طيب امال احنا عرفنا منين ان الويند بتتحرك؟ عشان بيجي في علينا ناس هوا القوة بتحرك بيجي بنشعر علينا. بيه. جميل. يبقى احنا اسمنا ان مش كل الفورسز ان انا بقدر اشوفها بعينيا، لا انا في فورسز كان في لات بقدر ان انا اشعر بيها. زي ايه يا مس؟ زي الويند موشن. انا ما بشوفش الويند موشن بس ممكن اشوف الويند وهو بيتحرك لما بيجي عليه هوا، ممكن اشوف الليفز بتاعت البلانتس وهي بتتحرك لما بيجي عليها ويند. صح يا ولاد؟ طيب دي كانت اول بوينت عندنا. تاني بوينت اللي هي اللايتنج اند ثندر، البرق والرعد، دي برضو فورس. تالت حاجه في الناتشرال الجرافيتيشن اوف ذا اوبجكت تو ذا ايرث، الجاذبيه بتاعه الارض. اكيد احنا سمعنا كلمه جرافيتيشن دي قبل كده. ايوه تمام. بس ودي اللي هناخدها خدنا بالتفصيل. ستة ابتدائي. ايه بقول لحضرتك خدنا ستة ابتدائي بتاعت الويت والماس والكومبيتيشن فورس. اوكي ايوه هناخدها تاني دلوقتي ماشي. واخر حاجه الـ attraction of iron to magnetic، احنا عارفين ان احنا لما بنمسك الماجنتيك تمام المغناطيس هو بيجذب لي الايرون. اوكي. طيب هل انا بشوف الفورس اللي جوه الماجنتيك ولا لا، ولا انا بشوف بس الايرون وهو رايح له؟
بشوف الايرن وهو رايح له بس، صح؟ ايوه جميل. يبقى الاربعه دول يا اولاد من الناتشرال فورس. طيب يا مس دلوقتي انا عندي، اتفضل. كان معانا انت زي ما انت كنت ايه دي تاني؟ كنا عند الرابعة. تاني اعيد ماشي. من عند نمبر كام؟ من عند نبرون. اوكي، من اول نمبر 1 لايتنج اند ثندر، البرق والرعد. دلوقتي البرق والرعد دول بيدوني فورس، دي نمبر 1. نمبر 2 اللي هو الويند موشن اللي هي الرياح او الهواء، جميل. نمبر 3 اللي هي الجرافيتيشن اوبجكت تو ذا ايرث، الجرافيتيشن اللي الايرث بيعملها لي، اللي بيجذب لي الحاجه. نمبر 4 الاتراكشن اوف ذا ايرون تو ماجنتيك. تمام يا مستر. تمام، حد عنده أي مشكلة في الناتشرال فورس يا أولاد؟ لا طيب نيجي بقى عند الفورس اللي جاية لي من التكنولوجيا أبليكيشن، زي إيه يا مس؟ ماشي، زي نمبر 1 هنا بيقول لي الجنريشن أوف الكتريكال كارنت، الكهرباء. هل الالكتريستي يا أولاد كانت موجودة في الناتشرال كده ولا إحنا اللي بنعملها؟ احنا اللي بنعمل. جميل. طيب نمبر 2 بيقول لي الفاير، الفاير دلوقتي انا النار اللي انا بستخدمها دي هل هي موجوده في الناتشرال في الطبيعه كده يا اولاد؟ لا مش موجوده. الفاير انا اللي بعمل الفاير، فدي برضو تعتبر تكنولوجي. اوكي اوكي. طيب نمبر 3 هنا بيقول لي النيوكليرال اكسبلوشن ونيوكليرال رياكتور، يعني ايه يا مس؟ يعني ايه يا مس الاكسبلوشن والرياكتور دلوقتي؟ دلوقتي احنا عارفين يا اولاد ان احنا سمعنا كتير عن الانفجار النووي والحرب النووية والحاجات، صح؟ ايوه سمعتوا قبل كده المصطلحات دي؟ ايوه هي دي بالظبط. انا عندي النيوكليوس النواه بيبقى موجود فيها، ماشي، فورس جريت فورس، فورس قويه جدا، ودي اللي بتسبب الانفجارات اللي بعد كده او اللي بيستخدموها بعد كده في الحروب. تمام، او بنستخدمها في الرياكتورنت، يعني الحاجات الكويسه ممكن نستخدم فيها النيوكلير. مش كلها سيئة يا ولاد، ومش كلها فاير وحروب، في جزء منها هناخده برضو اليونت ده، هيبقى الجزء الكويس من النيوكلير. طيب يا مس دلوقتي امال احنا هناخد ايه؟ هناخد النهارده اول فورس عندنا اللي هي الجرافيتيشن فورس. ايه هي مس الجرافيتيشن فورس؟ والله هنا كان عندي ساينتست اسمه نيوتن، كان قاعد تحت الشجرة، لأن الابل كان في ابل في الشجره، لان الابل دي وقعت على الارض. طيب يا مس هي وقعت على الارض، اشمعنى ما طارتش لفوق؟ يعني اسمعنا، انا لما اجي برمي اي حاجه من على التيبل، تمام، بتنزل للارث ما بتطلعش للسماء. ليه؟ من هنا ابتدى بالظبط، من هنا ابتدى ان هو يكتشف ان عندنا حاجه اسمها Earth Gravitation Force. Earth Gravitation Force، الـ Earth Gravitation Force دي يا ولاد هي اللي بتسبب إن أنا أي حاجة بتعمل لها attract to the Earth. أوكي؟ أوكي. طيب دلوقتي يا ولاد أنا لو عندي، كتاب تقيل جدا، for example إن هو 5 كيلومتر، وعندي كتاب تاني أو ورقة، تمام، ورقة واحدة بس أو 1 كيلو جرام، وجيت رميتهم هما الاتنين، مين هيوصل للإرث الأول؟ خمسة كيلو الخمسة كيلو. أوكي، الخمسة كيلو جرام. يبقى أنا دلوقتي يا ولاد ماشي الـ Earth gravitation forces، تمام، depend on the masses of the object. كل ما الماسس كان بيزيد، كل ما الـ gravitation force، تمام، هتجذبه أسرع وهيزيد. أوكي يا ولاد؟ yeah. خلي اوكي بالكم ان انا، اتكلمت عن الماسز. يعني ايه مس اتكلمت عن الماسز دلوقتي؟ بقى انت هتلخبطينا ولا ايه؟ ايوه انا بتكلم دلوقتي عن الماسز مش الويت. طيب ايه الفرق يا مس ما بين الماسز وما بين الويت؟
ايه الفرق ما بين الماس وما بين الويت؟ الماس والويت اللي هو يا الميسي الويت اللي بتاع ايه بتاعها نيوتن. لا ايوه تمام، الويت تمام بنيوت. الويت نيوتن والماس بالكيلوغرام او الجرام. جميل. يعني يا مستر انا لما اجي اقول ما ينفعش ان انا اقول انا وزني 50 شيكس كيلو جرام، لا ده غلط. انا الماس ماشي بتاعتي هي اللي ايه اللي سكستي، يعني ده مصطلح المفروض ان احنا واحنا في الطبيعي بنقوله غلط. يبقى انا دلوقتي يا اولاد عندي حاجه اسمها object weight اللي it's ability of the earth to attract the object at the center، يبقى دي الability بتاعت الارض عشان تعمل attract للايه للobject ليها. طيب الويت ده انا عندي اهو، الويت ده equal mass اللي انا قلت لكم ان انا بقيسها بالجرام او بالكيلو جرام تمام by earth gravitation. ايه هي مثل الايرث جرافيتيشن دي؟ هو هيدهاني في البروبلمز اللي هو ازاي الايرث جرافيتيشن اللي الارض بتجذبها. طيب دي مثل بنقيسها بايه؟ قال لي بقيسها بالمتر باي سكند سكوير. جميل يا اولاد، هو بيدهاني في البروبلمز تمام. بتاعتي الايرث جرافيتيشن دي كل مره لازم يدهاني، وهي بتبقى تقريبا يا اما بتبقى 10 تمام يا اما بتبقى 9.8. اوكي يا اولاد، اوكي. تاني الاوبجكت ويت. يعني ايه اوبجكت ويت؟ اتس ابيليتي اوف ذا ايرث تو اتراكت اوبجكت. جميل، ايكوال ماس باي ايرث جرافيتيشن. طب يا مس معنى كده ان انا كل ما الماس عندي بيزيد كل ما الاوبجكت ويت بيزيد. جميل، تمام. وكل ما الجرافيتيشن بتزيد كل ما الويت عندي بيزيد، صح ولا ايه؟ معايا؟ أي يعني جميل. يعني دلوقتي يا مس دلوقتي انا ممكن ان انا بيقول لي what's mean the weight of the object is equal sorry newton. يعني ايه؟ اقول له this means the ability of the earth ماشي to attract this object is 30 newton. اوكي يا ولاد، طيب احنا عارفين ان الأورث بتاعتنا اللي احنا عايشين عليها هي مش بتبقى سيركل، لا هي بتبقى عبارة عن سفير، صح يا ولاد؟ وكمان مش نوت سفير قوي، هي بتبقى عبارة عن ايج شيب. اوكي، البوينت من هنا لهنا من هنا لهنا is greater than من الساوث للسنتر. يعني مثل النقطة اللي انت عملتها لنا دي اللي بالاسود دي ايه؟ هقول لك دي السنتر اوف جرافيتيشن. يعني ايه مس سنتر اوف جرافيتيشن؟ قال لي دي المركز بتاع الجاذبيه بتاع الارض. يعني يا مس كل ما بقرب من السنتر ده كل ما الجرافيتيشن بتاعي بيبقى اكبر. ايوه بيبقى اكبر، وكل ما ببعد عنها كل ما الجرافيتيشن بتاعي بيبقى اقل. ايوه بيبقى اقل. طيب هنا بيقول لي حاجه دلوقتي يا مس، يعني انا كل ما هقرب من السنتر كل ما الجرافيتيشن عندي بيزيد، معنى كده ان انا لو عملت الويت هنا هلاقي ان هو اكتر من الويت هنا؟ اقول لك طبعا، عشان كده ان اللي احنا لما بنطلع في السبيس في الفضاء يا اولاد بنلاقي نفسنا طايرين. ليه طايرين؟ عشان احنا ما عندناش ماشي جرافيتيشن في القمر. احنا عندنا جرافيتيشن في القمر؟ لا، مفيش جاذبية في القمر تمام. فاحنا وزننا هناك الويت بتاعنا هناك بيبقى قليل جدا. اوكي، عشان كده انا ما بنزلش، مفيش حاجه تجذبني ان انا اقف في الارض. اوكي، اوكي لو حد عنده اي سؤال يسال على طول. طيب يلا نحل بروبلمز مع بعض دلوقتي. يلا يا بتول. اوكي او واحدة يا ميس نمبر 1. يا اوكي find the weight of an object of 100 kilogram mass knowing that the earth gravitational اللي هي equal 9.8 meter. تمام. اول حاجه اول ستيب بعملها لما اجي احل اي بروبلمز ماشي اطلع الانفورميشن اللي هو مدعي لي. يعني هو مديني الماس احط تحت خط، ادي الماس 100، ومديني الجرافيتيشن اهو احط تحت برضو خط عشان يبقى انا عارفه انا هستخدم ايه.
طيب هو عايز ايه يا مس؟ قال لي هو عايز الويت. يبقى دي اول ستيب عندي، ان انا بطلع الانفورميشن اللي هو بيديهالي. تاني ستيب عندي ان انا اكتب اللو بتاعي بقى. هو عايز الويت اهو، انا اللو بتاعي اللي احنا لسه واخدينه كان الماس. والماس مالتبلاي الجرافيتيشن فورس. اوكي اديني كتبت اللو. تالت ستيب عندي يا ولاد ان انا ابدا ان انا اعوض في اللو بتاعي. يعني الماس بكام يا بتول؟ الماس ب 100 هنعمله مالتبلاي 9.8 فتدينا 980 نيوتن. 980 نيوتن. خدتوا بالكم ان زميلتنا قالت ان الويت بيقيس بالنيوتن؟ ما ننساهاش. اوكي اوكي يلا يا اوكي ادم. دلوقتي في نمبر 2 بيقول لي كالكوليت ذا ماس اوف ذا اوبجكت اتس ويت 280 نيوتن. اوكي والارث جرافيتيشن از 10. اول حاجه هكتبها اللو بتاعي. نعمل دلوقتي نعمل الويت، object over الماس الويت equal object over ال earth gravitational force اكتب gravitational ماشي. بقول له ان الماس اوكي equal الويت اللي هو 280 نيوتن definition 10 equal. ثانية بس 28. 28. طيب 28 اليونت بتاعت الماس ايه؟ كيلو كيلو جرام. جرام. جميل اكسلنت ادم جود جوب. يلا يا جودي ايس بيقول لي نمبر 3 بيقول لي a big box has a number of small balls that are similar in mass. okay if you know a mass of one ball اهو ده الماس بتاع one ball بس. اوكي وده الويت بتاع all the balls. اوكي وتالت حاجة مديهاني الـ Earth gravitation. هو عايز ايه؟ عايز numbers of the small balls inside the box. عايز عدد البولز الموجودة في البوكس. هعمل ايه الأول؟ الأول هحط خط تحت الماس اوكي النمبر بتاع الماس والنمبر بتاع الويت والنمبر بتاع الإرث جرافيليشن اوكي acceleration اللي هي عجلة acceleration. تمام acceleration. وبعد كده هاخد اللي هو number of الماس هو في number of الماس اوكي و دلوقتي انا عايزه هعملها باي. ثواني، انا عايزه الاول الويت بتاع 1 بول. انا ما عنديش الويت بتاع 1 بول بس، انا عندي الويت بتاع كل البول. تمام فانا عايزه الويت الاول. الويت بيساوي ايه؟ هو الويت equal 500 نيوتن 0 بوينت. مش الويت ده ماس يا جودي انت معايا؟ ماس باي جرافيتي. الماس بكام؟ الماس بتاع الويت، الماس بتاع البول بكام؟ ب 0.5 جرام جميل. والجرافيتيشن بكام؟ ب 10 متر. اوكي يبقى كده الويت بكام؟ يبقى الويت هيبقى ب 5 اوكي 5. 5 ايه بقى؟ 5 نيوتن. اكسلنت جود جوب جودي. طب دلوقتي يا ولاد زميلتنا جابت الويت اوف 1 بولز. طب لما انا بقول لكم ان معايا بوكس الويت بتاعته كلها تمام 500 نيوتن وفي بولز كل بول فيه بكام؟ ب 5 نيوتن. يبقى انا كده عندي كام بولز؟ هعمل ايه يا جودي؟ هاخد يا مس النمبر بتاع الويت بتاع البولز كلها اوكي اللي هو بكام؟ بالضبط اللي هو 500 اوكي واعمل له ديفينيشن باي كام؟ هعملها divide الفايف اللي هو النمبر بتاع البول الواحدة اوكي هيديني
هيديني في 100 يا ميس. اوكي يبقى انا كان معايا 100 بول. اوكي يا ولاد، اوكي طيب في بوينت مهمة انا نسيت اقولها لكم. ايه هي يا مس؟ ان انا عندي الماس يا ولاد بيفضل ثابت. انا عندي القرص اهي، تمام. فور اكزامبل ان دي يعني لو قرص، يعني دي لو قرص كانت اهي، ادي القرص بتاعتي، تمام. الماس بتاعتي ثابته. يعني ايه يا مس الماس بتاعتي ثابته؟ احنا قلنا ان احنا عندنا هنا ان الجزء ده بيبقى اكبر، تمام، من الجزء ده، ماشي. عشان كده، الويت هنا اقل، تمام، اقل من الويت هنا. يعني لو عندي تو مان، اتنين راجل، واحد واقف هنا وواحد واقف هنا، هلاقي ان الويت هنا اقل. طيب يا ماس دلوقتي الماس ايه بقى مشكلتها؟ لا الماس بتفضل ثابته. الماس بتفضل ايه يا اولاد؟ الماس ثابتة. يا بتول قولي لي الماس بتفضل ايه؟ الماس ثابتة لكن ما بيتغير. يلا قولي آدم، لو أنا عندي مان طلع على سطح القمر، الماس بتاعته هتتغير؟ الماس، لا الماس، لا مش هتغير الويت. أمال إيه اللي هيتغير؟ الويت الويت. جميل، يلا قولي لي يا جودي ما حضرتكش. دلوقتي لو أنا عندي ماشي مان هنا، فين احط مثلا؟ فين؟ هنا، هنا، اوكي، اللي هو الاكس ده هنعتبرها مان، وفي مان تاني هنا، والاثنين از ذا سيم ماس. ايه اللي هيتغير؟ الويت الايه؟ الويت الماس مش الويت اللي هيتغير. هيتغير. طيب يا ولاد انا كنت قلت لكم، لسه قايله لكم ان الويت بيزيد كل ما بقرب من ال ايه الجرافيتيشن سنتر اوف ذا ايرث. وكل ما ببعد من الجرافيتيشن سنتر اوف ذا ايرث كل ما الويت عندي بيقل، ماشي يا ولاد؟ تاني تاني ماشي يا ولاد، يا ولاد، يا آدم، بحضرتك يا مين؟ معاك يا أنت مس، بتقول إيه يا حبيبي؟ بقولك بحضرتك يا مس، كان في حد بيسأل سؤال؟ لا يا ميس، ما كانش حد بيسأل. هو حضرتك كنت واقفة عند الود بتغير بس. ماشي. دلوقتي بيقول لي give reason the mass of the object remain constant by changing as the object of the earth surface. الماس بتفضل ثابتة، تمام. ليه؟ قال لي because the mass of the object is the amount of the matter that the object contain and it doesn't change by changing its position. يعني ايه؟ احنا اخدنا في الترم الاولاني واخدنا قبل كده واحنا صغيرين ان الماس كان الديفينيشن بتاع الماس هو الاماونت اوف ماتر اوف ذا اوبجكت. يعني ادي الاوبجكت بتاعي كميه الماتر اللي جوه، هو ده اللي انا اقدر اقول عليه الماس. طيب هل هو لما بيتنقل من مكان للتاني الكميه اللي جواه دي بتقل؟ لا، عشان كده الماس بتفضل ثابته، تمام. طيب امال ايه يا مس اللي بيتغير؟ هقول له ان الويت هو اللي بيتغير. اوكي اهو بيقولي object weight change from one place to another on the earth's surface. هقوله because the earth's gravitation acceleration change from one place to another. طيب the weight of the object is always more than its mass. لازم ان الويت عندي يكون اكبر من الماس. ليه؟ مين هيقولي؟
مين هيقولي؟ بس حبيبي بقى ما شافش حاجة. بقول انا لازم اللي الويت عندي يكون اكبر من الماس. ليه؟ ليه دايما الويت بيبقى اكبر؟ يكون اكبر من الماس. اشمعنى؟ عشان يا ميس انا كل ما اطلع فوق الويت بيزيد بس الماس ما بتغيرش. ما ميس انا عارف، طيب قول. ايوه صح، عشان ال عشان ال because it equal المالتبليكي المالتبليكاينج the mass of the object اللي هو بتاع ال by the conversation force ال inverse conversation. عشان انا اساسا الويت ده بجيبه ازاي؟ ان انا بحط الماس بتاعتي اوكي واعمل لها باي للجرافيتيشن، فلازم انها تطلع لي اكبر يا ولاد. اوكي اوكي ماشي. طيب نيجي هنا، ادي والله الايرث بتاعتي اهي واهي. احنا قلنا ان احنا عندنا ان الجزء ده بيبقى اكبر من الجزء ده، عشان كده الجرافيتيشن بتاعت الراجل ده، يعني انا عندي راجلين اهم نفس الماس، تمام. هلاقي ان هنا ان الويت بتاعه اكبر من الويت اللي هنا. اشمعنى يا ولاد؟ عشان ان هنا قريب من السنتر اوف ذا ايرث، يعني معناه ان هو عنده تمام جرافيتيشن فورس اكبر. اما اللي هو هنا لا، عنده الجرافيتيشن فورس هي اللي اقل، فعشان كده الويت بتاعه اقل. اوكي اوكي يبقى الويت بيقول لي ترانسفير from one place to another on the surface area due to difference of the distance between okay between the center of the distance between the center of the earth and any point of the earth's surface. ماشي. طبعا التو بولز عندي مش قد بعض، عندي نورث والارث، ادي النورث والارث بيبقى less than distance between the south and الكوارت. طيب يا ولاد دلوقتي احنا عرفنا ان الويت تمام، الماس بتفضل ثابته والويت هو اللي بيتغير. لو انا بطلع لفوق، يعني ايه بطلع لفوق؟ يعني ببعد عن الايرث جرافيتيشن. كل ما ببعد عن الايرث جرافيتيشن كل ما الويت بتاعي يبقى اقل. عشان كده ممكن يقول لك give reasons ان انا رواد الفضاء اما بيطلعوا في الفضاء او ما بيطلعوا على القمر بيبقى طايرين، ما بيبقوش ماشيين. حتى تلاقي ان البدله بتاعتهم بيكون فيها حديد كتير عشان تديهم ان هم يقدروا يقفوا على السيرفيس بتاع المون، عشان هم ما فيش جرافيتيشن هناك، صح ولا ايه؟ ايوه ماشي. طيب كده خلصنا البيج دي. هنا هو بيقول لي the weight of the object in the south pole is greater than the weight of the object in the equator. يعني ال south هنا بيبقى أكبر من ال south هنا، ال weight عندي هنا بيبقى أكبر من ال quarter اللي هو هنا. ليه؟ هقول له عشان ال gravitation force هنا أكبر من ال quarter اللي الناحية التانية. أوكي يا ولاد؟ اوكي جيمس. طيب نيجي هنا بقى، في problems أهي. بيقول لي لو لزوم خرجت يا اولاد ادخلوا تاني عشان هو فاضل 1 مينت. بيقول لي problems if the mass of the object is ايه؟ اوكي مش بيقول لي الماس اوف ذا اوبجكت. طب ممكن نخش وندخل تاني عشان ما يخرج اهو، خرجنا هو ولا ايه؟ ما خرجناش.